بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما وعدناكم هنعرض عليكم النهاردة ازاي تقدر تعمل ملف سي سي كام بنفسك وتحطه على رسيفر بي اوت بدون اي مشكلة. لو عندك اشتراك وعايز تحط الاشتراك او بدون اشتراك وعايز تفتح خانة السي سي كام هتقدر تفتحها باللي هيتعمل دلوقتي وبالطريقة دي. انا طبعا مش قادر اصور ويعني واظبط، فجبت جاد ابني اهوت هيظبط معايا وهيبدأ يشتغل. يلا يا جاد ابدأ. أول حاجة هنفتح نوتة باد جديدة، يعني هنفتح نوتة باد ديت. الملف اللي احنا هنفتحه عشان نكتب ايه صيغة الملف فيه زي ما انت شايف اهو، وهنسميه سي كام. وهنسميه سي سي كام. تصوير طبعا فيه مشكلة شوية اهو. هو دلوقتي بيسمي الملف اهو زي ما انت شايف اهو، سماه كده سي سي كام. نفتحه وهنفتح الملف وهنكتب سي سي، وبعدين علامة حيز، وبعدين علامة حيز، وبعدين مسافة، وبعدين نكتب هوست، وبعدين تاخد مسافة. ركز في اللي بيتعمل عشان ايه تقدر تعمله بسهولة. تاخد مسافة وتعمل وتكتب هوست، وتكتب بقى براحتك. عايز تكتب 1 0 براحتك، لان انا مرقمهم كده عادي براحتك، يعني دي على حسب ما انت عايز. رقم، وبعدين مسافة، وبعدين ساعة ما تخلص تعمل مسافة وبعدين كلمة بورد. وتكتب البورد، وبعد بعد البورد هو هياخد مسافة برضك، وبعدين يوز، وبعدين يكتب يوزر، وبعد اليوزر هياخد مسافة ويحط الباسورد. ده طبعا في حالة ان انت يكون معاك الاي بي بتاعك، يعني انت لو انت واخد اشتراك هتكتبه عادي اكنك بالظبط كده، يعني انت هتكتبه بنفس الشكل كده. بس انا بعمل لك ديت بحيث ان انت تخش ديت الملف ده هتاخده على الفلاشه وتضيفه على السي سي كام بنفس الشكل ده. انا دلوقتي عملت اول سطر وعايز اعمل كمان سطر بحيث ان انا افتح خانه او 2 او 3 في السي سي كام. هقوم مكرر ده، خد كمان سطر يا جد. سي، وبعدين برضه عملت حاجة. لا انا عايزك بقى يعني ايه تعمل. ماشي خلاص اشتغل، كمل شغلك. هنعمل ده بنفس الشكل برضو، هوست والبورد واليوزر والباسورد مفيش مشكلة. انا خلي يعني هو دلوقتي كتب رقم 1 بحيث ان هو يفتح معاك اكتر من خانة على السي سي كام بنفس الشكل. انا ممكن اخلي السطر بقى التالت الارقام بعشوائية، يعني مثلا ايه اكتب مثلا البورد الهوست اللي هو جاي لي من تبع الاشتراك بتاعي، واكتب الباسورد، واكتب كل البيانات بنفس الشكل ده كده. لو غيرت من غير كده مش هيشتغل معاك، بنفس الشكل ده كده، وتتاكد ان انت كاتب الحاجات دي مظبوط وبتطلع. سيف لي الملف يا جد. الفايل، وبعدين نعمل سيف، هنعمل سيف اهو. خد، ونطلع من الملف، هنطلع من الملف خالص بالشكل ده، بقى في وهناخده على اليو اس بي تمام، ونبدأ نشتغل عليه على الرسيفر تمام. دي طريقة سهلة جدا بدون أي تعب، يعني مفيش فيها أي مشكلة. اخرج لي من القائمة دي خالص دلوقتي. هنوقف الفيديو ثواني ونخش على الرسيفر. اليو اس بي بعد ما عملت الملف حطيته في الرسيفر تمام. اخش دلوقتي على البرنامج السي سي كام بالشكل ده. هو دلوقتي منور معايا خانة واحدة عشان كنت انا عامله قبل كده. لا انا هروح على الملف اللي انا عملته باكتر من سطر بالشكل ده كده تمام اهو، واحط دوت كده ونشوف يعني ان عندي كتير. فانا اشوف ده اديني كام، ده اداني كام دلوقتي، اداني 3 خانات تمام. بطلع هنا فوق كده بالشكل ده وبخش على اول واحدة وبالراحة كده كلام. طبعا الزيادة ده بنروح كده نحذفه على السريع، مش كله يعني ايه، بس كده تمام. وبنزل هنا بغير من نيو كام لسي سي كام بالشكل ده، وابدأ اكتب الهوست بتاعي تمام. هنا اهو زي ما انت شايف كده، مثلا اكتب الهوست بتاعي كده، مثلا ده الهوست، مثلا ده البورد. البورد عندي مثلا 5 5، وعندي الباسورد مثلا 1 2 3 4، وبنفس الطريقة. بعد ما بتخلص بتقول له سيف، سيف معايا
مجرد ما يسيف معايا طبعا هو هينور معايا المفروض اخضر، لكن مش هيشتغل معايا لانه هو غلط. تمام، ده انت بالشكل ده. خلاص كده احنا خلصنا من السي سي كام اهو، مفيش عندك في اي مشكلة خالص، ملف بطريقة سهلة. وقبل كده برضو حبيب قلبنا حكيم شرحه، وزي ما قلنا احنا حاطين الارقام بتاع حكيم وابو محمود بالنسبة لاي اشتراكات بالنسبة لاي شيء تحت الوصف، والناس كلها اللي كلمتنا انا بعت لهم الرقم لو حد عايز يتواصل مع الجماعه ياخد الاشتراك. طبعا في رمضان زي ما قلت لكم عاملين عرض كويس جدا، فلو حد محتاج يعني يتواصل في الايام ده هي بالذات، لان طبعا بعد رمضان بيرجع كل حاجه زي ما كانت وبتاخد بالسعر الطبيعي. فدلوقتي هم عاملين عرض كويس جدا، ولو حد محتاج اي حاجه بالنسبه للموضوع السيسي كام او الشرح يتفضل يبعتنا في رساله، ويا ريت اشتراك وجرس ولايك عشان نستمر معاكم. تصبحوا على خير.